المرة دي حابين ناخدكم جوه التجربة، عايزين نشوف مع بعض مراحل التشطيب بنمشي فيها ازاي. حابين ان احنا نشوفها مع بعض خطوة بخطوة، وازاي كل مرحلة تحدياتها بتكون شكلها ايه، عشان تشوفوا البروسيس كلها في زاندو اركتكتس بتكون شكلها ايه. كده النموذج اللي هو 144، ادي الريسبشن اهو. دي البلكونه، مساحه البلكونه يعني يا دوبك كده قاعده ظريفه لذيذه صغننه. ده كده الجنينه اللي بتطل عليها. برضو المطبخ هنا اهو، ممكن المطبخ ده يتفتح اوبن كيتشن يوسع الدنيا. ادي الحمام بتاع الضيوف. بعد استلام الوحدات والعمل على التصميمات للوحدات دي، وصلنا لمجموعه من التصميمات، وكل شقه كان ليها الستايل الخاص بيها. فمثلا في شقه اشتغلنا فيها بالستايل المودرن وكان مطبخها مفتوح، وفي شقه اشتغلنا فيها بالستايل الكلاسيك وكان مطبخها مقفول، واستخدمنا فيها البانوهات والالوان الهاديه والكرانيش والجيبسون بورد اللي بيعبر عن ستايل الكلاسيك. في مرحلة تأسيس الشغل بياخد وقت كبير جدا عشان تقدر توصل ان كل حاجة تيجي في مكانها، يعني مثلا تأسيسات التكييف اللي موجودة ورايا او تأسيس الكهرباء، لما بندخل في اي وحدة ما بنقدرش نمشي على اللي هم فرضينه في البلان بتاع الشركة. احنا بيبقى عندنا تصور لديزاين بفرش معين بيضطرنا ان احنا نغير في الخريطه دي، فبالتالي بيحصل كل اللي حضراتكم شايفينه في الحيطان في كل اوضه وفي كل مكان، عشان اوصل ان انا احط نقط الفيش ونقط الكهرباء والاناره في المكان المظبوط، وعشان التكييف يجي يركب في مكانه ما تشوفلهوش اي مواسير او اي تجهيزات، ويبقى الشكل النهائي عندي نيت ونظيف ما فيهوش اي حاجه تلفت النظر، غير ان الموضوع هنا تم دراسته بشكل جيد. طبعا ده بياخد وقت كتير جدا، وساعات العملاء بيسالونا ايه سبب التاخير، لكن بيبقى السبب ان احنا عايزين المشهد النهائي يبقى قدر الامكان بيرفكت. بالنسبه للمطبخ زي ما احنا شايفين طبعا بيتم دراسته الاول كبلان وكتصميم وكالوان وكل حاجه، وبعدين لما بنيجي نطبق هنا بيبان معانا فقط البلاط اللي موجود في النص، لكن احنا تامينا بندي حمايه ان البلاط جاي من الارض للسقف عشان الابخره وعشان الزيوت وكل الحاجات دي. ولازم طبعا نحط في معاييرنا ان اماكن الفيش بتاعه الثلاجه والغساله لازم تكون فيش قوه عشان تستحمل، وكذلك السخان، فلازم يتعمل لها سلك محمل بطريقه تانية غير السلك العادي اللي انا بستخدمه في بقيه الشقه في البرايز او في الاناره. وبالنسبه كمان لمكان الكهرباء اللي هيغذي الهود اللي فوق البوتاجاز، او هيغذي العلب لو فيها اضاءه اندايركت، او حتى السقف الجيبسون بورد بيتعمل حسابه عشان ما اضطرش بعد كده ان انا اكسر في سيراميك او ان انا اعمل سلك لطش على الحيطه يضايقني في المنظر العام. طبعا تم عمل اختبار للعزل ده بالغمر بالمياه وتسليمه للشركه لضمان الجوده. في بعض التعديلات اللي تمت على المباني طبعا بعد موافقه الشركه، زي ان احنا كسرنا الحائط عشان نخلي المطبخ اوبن كيتشن، وكان في ترحيل لبعض البيبان عشان يبقى في استغلال امثل لغرف النوم. بعد مرحلة تعديل المباني بدأنا نشتغل على المحارة، ورجعنا الشقة لحالتها الأصلية قبل ما نكسر فيها ونعمل تعديلاتنا، وكمان اشتغلنا على محارة الحمامات والمطبخ لأنها هيركب فيها السيراميك من النوع الكبير اللي لازم بيركب بطريقة اللزق على محارة تكون عدلة. في نفس الوقت كنا بنجهز خشب الأبواب في الورشة عشان أول المحارة ما تخلص يكون الحلوق جاهزة للتركيب، وده تطلب مننا صنع نموذج للباب اللي هيتكرر في الوحدات كلها والتعديل والإضافة عليه لحد ما يوصل لأفضل شكل ليه، ونكون تلافينا فيه كل المشاكل اللي ممكن تظهر. وبنأكد أثناء التركيب من وزنة الأبواب ومراعاة استعداله أفقيا ورأسيا، والحفاظ على السيمترية في العصايب والكراسي بتاعته عشان الباب يبقى يمينه زي شماله كأنه لوحة متكاملة
ده غير التأكد من إحكام الغلق وضمان عزل الصوت. مرحلة السيراميك هي بداية دخول العميل أو صاحب الشقة في المشهد، لأنها بتعتمد على الأذواق والارتياح لألوان وخامات معينة، طبعا طبقا للتصميم اللي بنتخيله مع بعض قبل التنفيذ. وكانت اختياراتنا بورسلين للريسبشن وسيراميك للغرف لأنه هيركب فوقيه HDF اللي بيدي ملمس ودفء الخشب. بعد كده ابتدينا نشتغل على اختيار الرخام اللي هيركب في سوكل الريسبشن وتحت أحواض الحمامات، لأن الوحدات دي اخترناها كلها من النوع اللي الحوض بيركب فوق الرخامة. بدأنا في تركيب السيراميك، والمرحلة دي بيكون فيها تشوينات كتير جدا بسبب احتياجنا لطلوع الرمل والأسمنت والسيراميك نفسه. وكان كل يوم المشهد فيه بيتطور وبنحس ان احنا بنوصل لهدفنا. بعد فترة طويلة من العمل على التجهيزات والتكسير والمحارة والكهرباء وخلافه، بنراعي في مرحلة تركيب البورسلين ان يكون فيه فواصل مناسبة على الاقل 2 ملي بين كل بلاطة والتانية. طبعا الحلو بالنسبة للعميل وبالنسبة لنا ان البلاطة تبقى راكبة لازقة في البلاطة ويديني شكل كأنه رخام، لكن عمليا ده تسبب في مشاكل كتير جدا في اماكن كتيرة، ان البلاط ده مع الوقت بيحصل فيه زي ما يقولوا طرشقة او فرقعة، ان بيجي البلاطة تضرب في البلاطة اللي جنبها وتضطر ان هي تكسرها او تخرج من مكانها. فعشان نتلافى ده بندي البلاطة فرصة ان هي تتمدد في مكانها بالفواصل دي. وطبعا عشان نظبط ليفلنج البلاط بنستخدم التقنية الجديدة في التركيب بالكليبسات عشان نحافظ على الليفلنج، ما نعتمدش فقط على ميزان المية انه يدينا الليفلنج مظبوط. وبالتالي بتشوف في الاخر ان اللحامات كلها مساوية بعضيها والبلاط ما فيهوش تسنين، بمعنى ان ما فيش بلاطة يبقى طرفها عالي ونصها واطي والحاجات اللي بنشوفها دي. فبالتالي ده بيؤدي بينا ان المشهد النهائي يبقى كأنه اقرب شيء الى الرخام. بستخدم الرخام هو اللي يبقى التقفيل بتاعي على الحيطان عشان هو اللي بيديني الشكل النهائي المظبوط اللي يخليني اصدق اكتر ان الارضية دي ارضية رخامية. لما اشتغلنا في البورسلين بشقة كانت الدنيا ماشية وما فيهوش اي مشكلة، واحنا كده شغالين بكليبسات وصلايب، يعني الشغل اللي هو up to date يعني في التركيبات. بس جينا في شقة تانية كده بعد ما اشتغلنا وجينا نسقي السيراميك ونقفل، لقينا ان في اختلاف واضح حصل في طريقة التركيب. كانت هي ولكن شكل السيراميك مع بعض او البورسلين مع بعضه ما كانش متبع، وكان في تقويسة باينة بين البلاط وبعضه. فبالتالي تواصلنا مع الوكيل اللي احنا شاريين منه السيراميك اللي وصلنا للمستورد، فجوم عشان يقفوا على الموضوع ده ويشوفوا ايه الحل الوسط اللي ممكن نوصل له. طبعا ده بالنسبه لنا احنا هيدك وشغل جديد طرح علينا ان احنا هنضطر نكسر بورسلين او هنضطر نغيره او ننزل القديم، فطبعا كل ده بيبقى وقت ومجهود وفلوس. طبعا بعد جدال واسع وبعد نقاش طويل هو بيحاول يثبت ان البلاط عنده سليم وانا بحاول اثبت ان الموضوع فيه مشكلة بالفعل، توصلنا لنقطة وسط ما بيننا، يعني ان يبقى فيه تعويض مادي بشكل معين على اساس ان انا اقوم بتعديل البورسلين ده واشيل واركب بداله والكلام ده كله. طبعا ده يعني بالنسبة له هو حل المشكلة، لكن بالنسبة لي انا الهيدك كله اتنقل عندي ان انا بعد ما شقة خلصت هضطر ان انا افتح فيها في البورسلين واكسر واطلع واركب من جديد واحاول اساوي المشهد ده. بس هو يعني الحمد لله ده حل كويس ان الناس اعترفوا ان في مشكلة، ان احنا قدرنا نوصل لتعويض عشان ما يبقاش هيدك وفلوس كمان علينا في التصليح. ودلوقتي ان شاء الله شغالين في الموضوع، وهيبان بقى لما يخلص هيطلع كويس ولا هتبان ان هنا حصل ترقيع في الارضية. الحمام هنا زي ما انتوا شايفين مكتمل وراكب ومفروض ان هو خلص، لكن للاسف لما العميل جاء عشان يتفرج عليه حس ان في كونتراديكشن بين الصوره اللي هو شافها في الديزاين وبين الشغل على الواقع. فبالتالي هنضطر اسفين ان احنا نكسر الحمام ده عشان نوصل لارضاء العميل. طبعا انتوا متخيلين حاجه زي دي بيبقى فيها مجهود ووقت قد ايه، ده غير البلاط اللي انت بتبقى عندك وجهه نظر فيه انك شايفه انه هيوصل لشكل جميل جدا انت مرتاح له وزي الديزاين بالظبط، لكن في الاول وفي الاخر احنا ما نقدرش ننفذ غير رغبه العميل، لان احنا بالنسبه لنا المكان ده بيكون مكان بنشطبه، لكن ده مكان هو هيعيش فيه ومش دايما وجهه نظرنا هي اللي لازم نفرضها على العميل.
طبعا ده قرار مش بيتاخد بالساهل وبيبقى فيه خسارة للفلوس والوقت والمجهود، ولكن احيانا بنضطر. طبعا بند الجبسون بورد بقى محتاج تركيز فيه عشان لو في ميول في السقف ولا حاجة نعالجها ما تبانش معانا في الاخر، ولازم تبقى مركز مع الصناعية بتوعه عشان يطلعوا لك الشغل مظبوط ما تحسش فيه بعيوب بعد كده. برضو بيكون في المرحلة دي القصة بتاعت تثبيت الكهرباء، شغل الكهرباء في الأسقف عشان ما يحصلش دفن للمواسير بعد كده ما نقدرش نوصل لها، لأن المرحلة دي بيتقصد فيها أماكن الاسبوتات على السقف والفتحات اللي هحتاجها بعد كده. مرحلة الدهانات اشتغلنا فيها بالمعجون الجاهز وبويات صايبس 3 سبعات، ألوان مط بالنسبة للحوائط، وبالنسبة للأبواب اشتغلنا رش وبوليستر ربع لمعة عشان تدينا إفكت اللاكيه مغسول. وطبعا تم تركيب الكرانيش الفيوتك والبانوهات بين مرحلة المعجون والبطانة عشان الفيوتك يتخدم عليه كويس ويندمج مع الألوان اللي حواليه. اختبرنا جودة الدهانات بعد تشغيل إضاءة الأسقف والسبوتات اللي بتظهر أي عيوب في النقاشة. الفيديو ده بيوضح طريقة تركيب رخامة المطبخ من نوع الكوارتز الصناعي اللي لونه أبيض معرق برصاصي زي الرخام الطبيعي، بس ده صناعي وبيبقى ميزته انه مش بيبطع او يبقع من الشاي والقهوة، ولكن بيدي افكت الرخام الطبيعي بالظبط. ودلوقتي هنشوف مع بعض النتيجة النهائية.